جمعية العون الصحي الأردنية. تم أخذ اسم الجمعية من كلمة عون، والتي تعني لغة المساعدة، وقد ارتبطت بمد اليد للمحتاج من المقتدر، وتعكس المبادرة وإغاثة الملهوف والتسامح، ولهذا فإنها تمثل صورة رمزية لروح الحياة الحقيقية في المجتمع الشرق أوسطي. رؤية الجمعية أن تكون علامة فارقة في حياة المهمشين والفقراء، من خلال الوصول إلى كافة أفراد المجتمع الذين هم بأمس الحاجة إلى الخدمات الطبية، وتزويدهم بخدمات متميزة وحمايتهم من الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى نشر هذه الخدمات في كافة أنحاء الأردن، ونقل الخبرات والمعارف الطبية الحديثة والمتطورة إلى كافة العاملين والاختصاصيين في المجال الطبي، وذلك كوسيلة تمكن جمعية العون الصحي الأردنية أن تلعب دوراً فاعلاً ضمن منظمات القطاع العام. إحنا جمعية العون الصحي الأردنية عيادة وسط البلد، تأسست عام 2010، وتم اختيار الموقع الجغرافي وذلك لتوسطها لجميع مناطق عمان. عيادتنا بتقدم الخدمات لجميع اللاجئين لجميع الجنسيات الذين يحملون ورقة المفوضية السامية، وأيضا الأردنيين الذين الغير مؤمنين صحيا. عياداتنا تتكون من عيادات الطب العام والأسنان والتثقيف الصحي والنفسية والمختبرات الطبية يوميا ما عدا الجمعة، ويوجد لنا الاختصاصات القلبية والباطنية والنسائية والأطفال موزعة على الأسبوع، وأيضا يوجد لدينا التحويلات لجميع أنواع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية، وجميع هذه التحويلات للعمليات الصغرى والكبرى مجانا دون أي مقابل. تقدم جمعية العون العلاج والخدمات الصحية للأردنيين والمقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز الوعي الصحي القائم على أساس الغير ربحية، أيضاً تحسين كفاءة الأفراد العاملين في القطاع الطبي، وبالتالي العيش في بيئة صحية وآمنة، وتهدف إلى المساهمة بإيجابية في الدور العالمي لمساعدة المنكوبين والمهمشين والفقراء. خلال مراجعتك للعيادة التابعة لجمعية العون الصحي الأردنية، كيف لقيت الإجراءات والتسهيلات؟ والله مو مجاملة، إني مراجعة بالنسبة للعون، أنا أتعامل مع العون صار لحوالي 4 سنين، إني جدا لقيت كل الترحيب وكل التسهيلات الممكنة لأي إنسان. يعني وأنا سويت من عندهم أكثر من عملية، وأطفالي أراجعهم هنا موجودين وكل ملفاتهم، والله ما لقيت غير كل التسهيلات. والله ممتازة، كانت عملية صعبة كثير الولادة، وسهلوا ليها وحولونا على الجامعة، وعملية لابني كمان حولونا ليها، يعني ممتازة، يعني معاملتهم ممتازة. يذكر أن الجمعية تأسست عام 2005 وسجلت في الأردن لدى السلطات المختلفة، وتضم بعضويتها مجموعة من الأطباء والممرضين والمهندسين وأساتذة الجامعات. لقناة رؤيا صالح قشطة.